أسعد الله أوقاتكم. نبدأ من سوريا، حيث فر نحو 50,000 شخص من شمال مدينة حلب، وانقطعت إمدادات المياه بسبب القتال بين القوات الحكومية والمتمردين، مما أدى إلى اعتماد السكان على نحو 100 نقطة لتوزيع المياه أقامتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وترك المنطقة بحاجة ملحة للغذاء والماء. هذا وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها وفرت الغذاء والماء لمئات الأسر، كما ستوفر المزيد من المعونات بما فيها الأدوية خلال الأيام المقبلة.